يتألق من مباراة لأخرى، يتصدر قائمة هدافي الإيريديفيزي ويحظى باهتمام أندية كبرى في أوروبا. إنه مهاجم أزد منير الحمداوي ابن 24 ولأول مرة في صفوف المنتخب الوطني المغربي. جات عندي وهضرت معايا مزيان و... والحمد لله ان شاء الله غادي نلعب مع مغرب وكلشي كيكون بخير ان شاء الله. اما الاهداف التي يسجلها منير الحمداوي فيكاد يبدع اسبوعيا في جماليتها. مويست الهدف الاجمل، دعني افكر قليلا، اعتقد انه الهدف الذي سجلت في شباك هيرنفين. وليس ذلك الهدف على طريقة فان باستن؟ نعم، كان ذلك الهدف جميلا أيضا، لكن هدف هيرنفين تقنيا أصعب من ناحية الزاوية التي سددت منها. أداء منير هذا الموسم مع أزد أفضل بكثير من الموسم الماضي، ويتمتع بثقة أكثر من المدرب فان خال. في الموسم الماضي لم أكن جاهزا بدنيا بما فيه الكفاية، فضلا عن كوني لم أتمكن من اللعب طيلة موسم 2006-2007 بسبب الإصابة. هذا الموسم أشعر بأنني بخير وجاهز تماما، وبالتالي منحني المدرب دورا حرا في الهجوم، وهذا الوضع يعجبني كثيرا. هذا إذن هو الفرق بين الموسم الحالي والماضي. مباراة أزد أمام تفنت حضرها وكلاء عن عدد كبير من الأندية الأوروبية، من ضمنها برشلونة، الوجهة المتوقعة لمنير الحمداوي، أليس كذلك؟ نعم، ولكن لن يكون من الحكمة أن أتحدث عن هذا الأمر الآن. اهتمام ملموس إذن. لا أعلم، ربما أنت تعلم أكثر بحكم عملك كصحفي. مستقبل منير في انتظار منير الحمداوي لا محالة، أكان ذلك مع منتخب المغرب، أزد أو من يدري برشلونة.